بين هذا المعمل لبناء البرادات وفصول المدرسة ينتقل هذا المدرس ومعه واقع مؤلم يتجرعه المعلمون في وادي حضرموت. صالح جميل واحد من هؤلاء المعلمين الذين أجبرتهم الظروف على العمل الشاق. يضطر جميل للعمل صباحا في هذا المعمل حتى موعد دوام المدرسة، إضافة إلى العمل فيه خلال أيام الإجازة الأسبوعية، وهو ما يثقل كاهله ويؤثر سلبا على أدائه. طبعا الجسم نعمل فيه قسم السباكة وتركيب المكيفات والتجهيزات، هذا العمل عملناه كما يقول المثل مكره أخاك لا بطل، نتيجة للظروف القاسية التي يعانيها المعلم من تدني الراتب، فالراتب أصبح لا يكفي للمواد الأساسية ناهيك عن الكماليات. أن تكون معلما فخيار العمل الإضافي ضرورة. الكادر التربوي في وادي حضرموت يعيش أسوأ أوضاعه، إذ وصلت أجور الموظفين والمتعاقدين إلى أدنى المستويات جعلتهم عاجزين عن توفير أبسط متطلبات الحياة. فرغم مطالباتهم المستمرة منذ سنوات بتحسين أوضاعهم وحل المشكلات التي تتعقد مع مرور الوقت، إلا أن الاستجابة غائبة عنهم. المعلم الآن أصبح يروح الراتب طبعا قليل ما يكفي معي، تصور أنه في مجموعة من المدرسين الآن التحقوا بأعمال أخرى فيشتغلون الصباح أو قبل الحصة من صلاة الفجر إلى وقت الدوام إلى 7:30 ويعودوا في الدراسة وبعدين يروحوا مرة ثانية ويكملوا عمله. التدهور الذي وصلت إليه البلاد وضعف المرتبات الحكومية أجبرت المعلمين على الانخراط في أعمال أخرى لمساعدتهم على توفير متطلبات الحياة لأسرهم، وهو ما يهدد المستقبل التعليمي والتربوي المنهك نتيجة الحرب المستمرة منذ سنوات.